ومن تونس تنضم إلينا نجلاء بوخريس مراسلة الغد. نجلاء، ما سبب إخفاق جلسة الأمس؟ نعم، إلى حد الآن لم يتم التوصل إلى قرار توافقي بين اتحاد الشغل أعرق النقابات في البلاد وبين الحكومة التونسية بخصوص الإضراب، وذلك بسبب تمسك كل طرف بموقفه. الحكومة التونسية تجد نفسها مجددا بين المطرقة والسندان، إما يعني الإقرار بهذا الإضراب وبالتالي الإضرار كما تقول باقتصاد البلاد الذي يشكو من تراجع الدينار ومن أزمات خانقة في السنوات الأخيرة، وإما تحقيق المطالب التي تقدم بها اتحاد الشغل والمتمثلة أساسا في التعهد بعدم التفويت في أي مؤسسة عمومية تشهد عجز أو إفلاس، وكذلك الترفيع من مستوى القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، وكذلك التعهد بفتح باب الوظيفة للخريجين والعاطلين عن العمل في البلاد. إذن هذا الحوار وهذه المفاوضات ما زالت مستمرة. اتحاد الشغل يقول إن الإضراب سيكون بمثابة اللحظة التاريخية والمصيرية في تاريخ البلاد، وأن هذه الخطوة ستكون بمثابة الضربة لحكومة يوسف الشاهد التي أضرت كثيرا بالطبقة الشغيلة، خاصة مع تدني الأجور وعدم الترفيع يعني في الرواتب في قطاع الوظيفة العمومية. أكثر من 138 مؤسسة يختلف نشاطها بين البترول والتعليم والصحة وغير، ربما تكون في إضراب يعني كامل يوم 24 أكتوبر في هذا الشهر، وهو ما قد يكون له تداعيات مباشرة على الاقتصاد التونسي في ظل تراجع الدينار وكذلك يعني الارتفاع المشت للأسعار، تزامنا مع قرار ربما يكون يوم الغد وهو الترفيع في سعر المحروقات للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية هذا العام. يبدو أن هذه المفاوضات ستستمر أيضا في الساعات القليلة القادمة بين الطرفين الحكومي واتحاد الشغل أعرق المؤسسات النقابية في البلاد، ربما يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين وبالتالي إلغاء في القطاع العام المقرر يوم 24 أكتوبر. مع العلم أيضا أن اتحاد الشغل قد صرح يوم أمس لوسائل الإعلام التونسية أن هناك إضرابا آخر يوم 22 من الشهر المقبل شهر نوفمبر في القطاع الخاص، المطالبة بالترفيع في أجور الشغالين في المجالات الخاصة. نجلاء بوخريس مراسلة الغد من تونس، شكرا لك.